رحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن
دخل إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم أحسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واجعل مآلنا إلى الجنات يا سميع الدعاء اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم اجعلنا من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من رغب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك اللهم انصب علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وتصلح به قلوبنا وتطهر به نفوسنا اللهم استعمل به أبداننا اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن فارتفع ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فشقي يا حي يا قيوم اللهم عمر بالقرآن أوقاتنا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضل ولا فتنة مضلة يا سميع الدعاء اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك اجمعنا غدا في الجنة اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة إخوانا على سرر متقابلين اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوالنا وأعط محتاجنا
وأغن فقيرنا واهدي ضالنا تقبل توبتنا اللهم تقبل توبة التائبين اللهم يا حي يا قيوم أصلح أبناءنا وبناتنا اللهم أعذهم من الشرور والمسكرات والمخدرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم حسن أخلاقهم وزك نفوسهم وطهر قلوبهم وحصن فروجهم ويسر أمورهم ووسع علينا وعليهم في أرزاقنا واجعل يا مولانا رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا سميع الدعاء اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة ظاهرا وباطنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.